السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن Thermodynamics of Electrochemical Processes. تذكرون الدانيال سيل. في هذا الإلكترود تحصل أكسدة الزنك. في هذا الإلكترود يحصل اختزال لأيونات الكبر 2. هذا التفاعل أكسدة الزنك واختزال أيونات الكبر يولد كهرباء. نفس التفاعل يمكن أنا أن أجري هذا التفاعل بإني أجيب زنك رود وأغمسه في محلول كبر سلفيت. سيحصل هذا التفاعل، الزنك رود سيحصل له أكسدة، بينما أيونات الكبر إن سوليوشن سيحصل لها اختزال، نفس التفاعل الذي يجري في الدانيال سيل، لكن هنا ولدت كهرباء وهنا لا تتولد كهرباء. ذكرنا هذا في محاضرة فائتة وقلنا الورك اللي هو في هذه الحالة هو كهرباء is a path function حسب طريقتك لإجراء التفاعل. أجريت التفاعل هون بطريقة معقدة، الأكسدة في وعاء والاختزال في وعاء منفصل، بينما هنا حدثت الأكسدة والاختزال في نفس الوعاء. هنا نتجت كهرباء، هنا لا تنتج كهرباء. الشغل بكهرباء path function. طيب قديش أكبر قيمة لهذا الشغل اللي هو non-PV work ممكن أحصل عليه؟ قديش الماكسيمم non-PV work؟ إحنا بنعرف في شغل مرتبط بتغيرات الحجم، مش هذا اهتمامي. أنا اهتمامي بالnon-PV work، يعني الشغل الذي لا علاقة له بتغيرات الحجم. في هذه الحالة هو الشغل الكهربائي، في الإلكتروكيمستري هو الشغل الكهربائي. هذا الشغل الكهربائي هو non-PV work، يعني بتقدر تقول قديش أكبر شغل كهربائي يمكن أحصل عليه من تفاعل ما، يعني هذا التفاعل. والآن بغض النظر كيف بدك تجري هذا التفاعل، تسأل نفسك قديش الماكسيمم amount of electrical work اللي ممكن أحصل عليه. Electrical work هو non-PV work، والmaximum amount of non-PV work هو delta G of the process. إذن أكبر شغل كهربائي يمكن أن تحصل عليه، maximum electrical work هو delta G لتفاعل ما. اسمحوا لي أذكركم بالإلكتريكال هيتر، سخان الكهربائي لا يكاد يخلو منه أي بيت. يعني مثلا أنت بدك تسخن مي، بدك تعمل لك كوب من الشاي وبدك تسخن مي، بتحط هنا الماء بتوصله بالكهرباء. تسري كهرباء في داخل هذه مقاومة كهربائية، تسري كهرباء في داخل هذه المقاومة، تسخن هذه المقاومة، تنتقل حرارة من المقاومة الكهربائية إلى الماء الموجود في السخان فيسخن. هذه هي فكرة السخان الكهربائي. هون بفرجيك إنه في أنواع مختلفة من المقاومات بقيم مختلفة ممكن تتركب، مثلا تجيك بهذه الأشكال. أنت مش شايف مقاومة من الداخل، بس هي عبارة عن سلك، يعني جوا هون بيكون في سلك، وهذا السلك هو المقاومة الكهربائية. سؤال، قديش استهلكت كهرباء في عملية التسخين التي نتحدث عنها؟ نتذكر من الفيزياء الشغل الكهربائي يساوي، بدك تجيب الفولتية اللي أنت استخدمتها تضربها في قيمة التيار الكهربائي الذي سرى خلال هذه المقاومة مضروبا في زمن التشغيل أو زمن استخدامك للكهرباء. الفولتية وحدتها فولت، تيار الكهربائي أمبير، الزمن سكند، فولت أمبير سكند. مفروض هذول لما تضربهم بعض يعطيك وحدة الشغل اللي هي جول. إذن واحد جول هو فولت أمبير سكند. خليني أذكرك الفي آي هو القدرة الكهربائية، وحدتها وات، فولت أمبير هو نفسه الوات. إذن كمان تقدر تكتب وات مضروبة في سكند تساوي جول. اسمح لي أنبهك لقضية مهمة، إذا أنت بدك تشرب كوبا من الشاي ما تيجي تعبي لتر هون وتسخن لتر من أجل كوب واحد من الشاي، حط بقدر ما تحتاجه، أكثر قليلا
مما تحتاجه من الماء. يعني أنت بدك كوب من الماء، كوب من الماء 250 ملي، حط 300 ملي بكفيك 300 ملي. لما تحط 1 لتر أكثر من حاجتك راح يستغرق عملية التسخين فترة أطول، الزمن أطول. إذا الشغل الكهربائي الذي تستهلكه، الكهرباء التي تستهلكها أكبر، راح تجيك فاتورة كهرباء أكبر. لا تسخن أكثر من حاجتك، تسخن لتر وبعدين تستهلك كوب واحد، وثلاثة أرباع لتر راح تتركهم يبردوا، فكأنك صرفت أهدرت الكهرباء بهذه الطريقة. خلينا نرجع لهذا القانون، الشغل الكهربائي الذي استهلكته هو الفولتية مضروبة في I مضروبة في تي، ونتذكر هنا إنه I في تي هي كيو، I في تي كيو هي كيو، كيو يعني مقدار الشحن التي سرت خلال المقاومة هاي خلال عملية التسخين. الآن لنتأمل في electrochemical reaction، تفاعل اختزال الذي نراه أمامنا. في عندي أيونات الكبر الثنائية كما هي موجودة المعادلة، 1 مول من الكبر 2 بلس بتفاعل مع 2 مول من الإلكترونات منتجا 1 مول من الميتاليك كبر. يا ترى عند اختزال 1 مول من أيونات الكبر قديش كيو التي نستهلكها، كيو التي عفوا كيو التي نزود بها أيونات الكبر، كيو التي نزود بها أيونات الكبر تساوي زد في اف. مرة تانية أنا بحكي على التفاعل هذا كما هو مكتوب، 1 مول من كبر 2 بلس مع 2 مول من الإلكترونات. أنا يجب أن أزود هذا الواحد مول من الكبر 2 بلس بشحن مقدارها زد مضروبة بإف. يا ترى وبناء على هذه المعادلة أديش الشغل الكهربائي المرتبط بعملية الاختزال راح يكون في مضروب في زد مضروب في إف. الآن نعرف هذه الفولتية هاي هي E لهذه البروسيس، مش E وحدتها فولت، E هي البوتنشال لهذه العملية، بتعوض إذا بدل V E اللي هي البوتنشال لهذه البروسيس. ومن دلتا جي طيب قديش؟ إذا الورك دون لازم تكون إشارته سالبة، مظبوط ولا لا؟ لازم تكون إشارته سالبة. هذا القانون ما بيعطيك سالب وموجب، هذا القانون بيعطيك فقط كم الكهرباء اللي أنت استهلكته أو كم الكهرباء الذي أنتجته. دلتا جي هي ناقص دبليو إلكتريك، وبالتالي دلتا جي تساوي ناقص زد إف مضروبة في E. الشغل الكهربائي هو E زد F، دلتا G هي ناقص الشغل لأن work done هو work done. هذه معادلة مهمة جدا، دلتا G تساوي ناقص زد F E، ومنها نستطيع أن نكتب إنه E لأي electrochemical process هو ناقص دلتا جي لهذه البروسيس مقسوما على زد اف. رجاء نحتفظ بهذه المعادلات سنستخدمها بعد قليل. الآن تأمل، في عندي تفاعل A زائد B بينتج C زائد D. هذا التفاعل بمشي في الاتجاهين، يعني الفورورد رياكشن والباكورد رياكشن كلاهما بمشي. بقدر أعرف إشي اسمه reaction quotient، نتذكر كيمياء 102 إيش reaction quotient؟ هي تركيز المواد الناتجة مقسوما على تركيز المواد المتفاعلة. إذا في عندي هون stoichiometric coefficient أكثر من واحد، يعني مثلا 2C بدك تجيب تركيز C وترفعه للقوة 2، إذا في عندي هون coefficient 3D بده يكون عندك في القانون تركيز دي مرفوع للقوة 3. إحنا ما بنعيد هذه الأشياء، الأشياء هاي صارت أشياء سهلة. عندي تفاعل، هذا التفاعل بعرف الرياكشن كوشنت بهذه الطريقة، تا
تركيز المواد الناتجة مرفوع على الستويكومتري كوفيشنت إلها، تقسيم تركيز المواد المتفاعلة مرفوعا إلى الستويكومتري كوفيشنت الخاص بها. عندما يصل النظام إلى حالة اتزان، متى يصل النظام إلى حالة اتزان؟ عندما تصبح سرعة التفاعل الأمامي مساوية لسرعة التفاعل العكسي. إذا صارت سرعة التفاعل الأمامي مساوية لسرعة التفاعل العكسي، معناه سرعة إنتاج C و D تساوي سرعة استهلاك التفاعل العكسي C و D. تركيز D و C لن تتغير، وكذلك تركيز A و B لا تتغير. هذه الحالة هي حالة الاتزان. التراكيز في حالة الاتزان لا تتغير، لأن سرعة التفاعل الأمامي تساوي سرعة التفاعل العكسي. ماذا يحدث عندها؟ Q هاي في حالة الاتزان تصبح ثابتة. ليش؟ لأن تركيز C و D و A و B ثبتت عند الاتزان عندما أصبحت سرعة التفاعل الأمامي مساوية لسرعة التفاعل العكسي. بثبات التراكيز هاي تصبح قيمة Q ثابتة. هذا ما سميته أنا الإكوليبريوم كونستانت. مفروض هاي الشغلات كلها بنعرفها. هذا تفكير سريع جدا جدا جدا. الآن دلتا جي لأي تفاعل كيميائي تساوي دلتا جي نوت زائد RT ln Q. دلتا جي لأي تفاعل كيميائي، هذه علاقة أخذناها في 341 وأخذناها في 102 وتم إثباتها أيضا في 341، تم اشتقاقها. دلتا جي لأي بروسيس لأي تفاعل كيميائي هي دلتا جي نوت يعني under standard conditions زائد RT ln Q اللي هي هاي. عوض بدل Q هذه القيمة، دلتا جي يساوي دلتا جي نوت زائد RT ln تركيز المواد الناتجة مرفوعة للستويكومتريك كوفيشنت إلها تقسيم المواد المتفاعلة مرفوعا إلى الستويكومتريك كوفيشنت الخاص بها. هاي المعادلة هون مرة تانية. الآن عند الاتزان، عند الاتزان دلتا جي تساوي صفر، عوض هون دلتا جي تساوي صفر، نحصل على هذه المعادلة. وتنساش تعوض التراكيز، قيمة التراكيز عند الاتزان EQ. ولكن هذا قيمة التراكيز عند الاتزان المواد الناتجة مقسوما على المواد المتفاعلة هو KC. بصير عندي هذه المعادلة صفر يساوي دلتا جي نوت زائد RT ln KC، ومنها دلتا جي نوت تساوي ناقص RT ln KC، ومنها ln KC يساوي ناقص دلتا جي نوت على RT. منضلنا نرجع لهذه المعادلة. قال لك الآن شو رأيك بدل دلتا جي تعوض العلاقة اللي اشتقناها في السلايد الأول، إنه دلتا جي هي ناقص ZFE، ودلتا جي نوت تساوي بنفس الطريقة ناقص ZFE نوت. الفرق بين دلتا جي ودلتا جي نوت هي النوت. إذا الفرق بين هذا الإكسبريشن وهذا الإكسبريشن فقط هو النوت. اقسم الآن المعادلة على ناقص ZF، بتبقى عندي على الجهة الشمال E تساوي E نوت، ولأن قسمت على ناقص بيصير هنا ناقص RT على ZF ln تركيز المواد الناتجة مرفوعا للستويكومتري كوفيشنتس الخاصة بها، ومقسوم هذا كله بتقسمه على تركيز المواد المتفاعلة مرفوعا إلى الستويكومتري كوفيشنت الخاصة بها. هذه المعادلة تسمى النيرست إكويجين. النيرست عالم كيمياء فيزيائي مهم جدا ألماني، وإذا تذكر في قانون مهم مرتبط باسمه ألا وهو القانون الثالث للديناميكا الحرارية
الثيرد لو اوف ثيرمودايناميكس مرتبط باسم هذا العالم نيرس، والآن أنا أحثك على أنك ترجع وتشوف ما هي قوانين لوز اوف ثيرمودايناميكس. بدك تتأكد أنك تعرف تصيغها وتتكلم عنها. الآن خلينا نشوف علاقات مهمة مفيدة بالنسبة لنا. إحنا شفنا في السلايد السابق الـ NKC هو ناقص دلتا جي نوت على RT. قال لك عوض بدل دلتا جي نوت ناقص ZFE نوت، الناقص مع الناقص بتصير زائد، ومنه الـ NKC يساوي زائد ZFE نوت على RT. الآن إذا عندك E نوت تستطيع حساب KC، وإذا عندك KC تستطيع حساب E نوت. لنفرض أنه كيسي لتفاعل كهروكيميائي موجود بين إيدينا وأريد أن أحسب إي نوت، ما عليك إلا أنك تنقل زد وإف للجهة الثانية، بيجو هون على المقام، آر تي للجهة الشمال بيجو في البسط، وتحصل على هذه المعادلة إي نوت تساوي ال إن كي سي مضروب بآر تي على زد إف. آت روم تمبرتشر آر تي على إف قيمتها 0.0257، روم تمبرتشر 25 سنتيغريد يعني 298.15 كلفن، عوضها ستحصل على 0.0257 ومنه E نوت تساوي 0.0257 مقسوما على زد، كل هذا مضروب في LNKC. لكن انتبه، هذا الرقم إذا استخدمته فيجب أن تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية. طيب خلينا نطبق هذه المعلومة. Practice makes perfect. Calculate the equilibrium constant. إذا مطلوب مني حساب KC at 25 درجة مئوية. حدد درجة الحرارة ب 25 درجة مئوية. For the reaction occurring in the Daniell cell. It's given that the standard EMF, E يعني is 1.1 volt E not standard not EMF هي E. إذا E not لدانيال سيل 1.1 volt، ونعرف هذا الحكي تماما. هذا هو التفاعل، هي التفاعل موجود أمامي هنا، هذا التفاعل الذي يجري في الدانيال سيل. E not إله 1.1 volt، مطلوب أعرف KC قديش قيمتها، هاي قانون موجود. E not تساوي 0.0257 تقسيم Z مضروبة في LNKC. E not معطيك إياها 1.1. Z للتفاعل هي عدد الإلكترونات التي تنتقل تنين. الزنك بيخسر إلكترونين ويتحول إلى زنك زائد تنين، والكبر 2 بلس بياخد إلكترونين مشان يتحول لكبر. إذا Z قيمتها تنين. E not معروفة. RT على F معروفة. Z2 في المعادلة في مجهول وحيد هو KC، هاي حل. LNKC طلعت 85.6. إذا LNKC، إذا كانت LNKC 85، قديش كي رقم كبير جدا جدا جدا، 10 مرفوع القوة 37. ماذا نستنبط من القيمة الكبيرة هاي لكي نوت؟ نستنبط إنه التفاعل هذا الإكوليبريوم بوزيشن is completely to the side of product، وتقريبا الريفيرسيبل رياكشن أو الباكورد رياكشن لا يكاد يذكر. قيمة K كبيرة، وهذه مش كبيرة، كبيرة جدا جدا، معناها إنه تقريبا هذا الرياكشن goes to completion، التفاعل كأنه ماشي في اتجاه واحد. The equilibrium position is completely to the side of product. اتجاهل وانت مرتاح الضمير الـ backward reaction. Example تاني من الكتاب. Using the data in table 8.1, calculate the equilibrium constant for the reaction. إذا عندي هنا reaction وقال لك احسب الإكوليبريوم كونستانت.
بإيش بيختلف عن السؤال السابق؟ السؤال السابق كان معطيك قيمة E نوت، الآن أعطاك التفاعل دون أن يعطيك قيمة E نوت. قال لك ارجع للتابل 8.1. تابل 8.1 هو Reduction Potential، هو التابل تبع Reduction Potential. إذن إحنا هلأ بدنا نيجي على التفاعل ونمسك التفاعل ونجزئه ل Half Reactions، تفاعل أكسدة وتفاعل اختزال. إيش كنت أكسد؟ الـ H2 تحول ل 2H+. إذن الـ H2 صار له أكسدة، تحول ل 2H+ زائد 2 إلكترون. طبعا لما ترجع للجدول راح يعطيك هو Reduction Potential، فأنت المفروض تعكس الإشارة لأنه هي أكسدة، بس أصلا الـ Reduction Potential قيمته صفر، تمام؟ فما بتتغير الإشارة. إذن الـ Oxidation of H2 الـ E نوت إلو كذلك صفر. طيب وفي نفس الوقت إيش صار عندك؟ صار عندك Reduction للـ Iron 3. الـ Fe3+ تحول لـ Fe2+ هاي بروسيس. ارجع للجدول راح تلاقي هذه العملية موجودة ومكتوب جنبها E نوت يساوي 0.771 فولت. لما تيجي تجمع القيمتين، هذه القيمة الإي نوت تبعت الريدكشن اوف ايرون 3 اضربها باثنين ولا لا؟ انتبه، انت هذا الايرون 3 لازم ينضرب هون باثنين ولازم ينتج 2 اف اي 2 بلس، لازم المعادلة الثانية هاي نضربها باثنين مشان كمان يصير عندي هون إلكترونين في عملية الريدكشن يلغوا الإلكترونين اللي نتجوا في عملية الأكسدة وينشطوا مع بعضهم. ما في شك التفاعل الثاني يجب أن يضرب باثنين، هيا شايف؟ لما ضربته باثنين هي صار 2 Fe3+، لما ضربته باثنين صار 2 Fe2+. السؤال الآن الإي نوت هاي أضربها باثنين؟ الجواب لا ثم لا ثم لا. الـ E not هاي is an intensive property وعليه لا تضرب باثنين. إذا التفاعل أضربه باثنين أضربه بنص كما شئت، أما قيمة الـ E not لا تضرب. أرجوكم إياكم أن تخطئوا في هذا أبدا أبدا أبدا. E not is an intensive property ولذلك ضربت المعادلة باثنين E not ما تضربها باثنين. الآن قديش E نوت لهذا التفاعل؟ هو E نوت للأكسدة زائد E نوت للاختزال، و E نوت للأكسدة صفر زائد E نوت للاختزال 0.771. إذن E نوت للتفاعل كله، تفاعل هذا E نوت هو 0.771. E نوت صارت الآن معروفة عندي، وهي الـ RT على F at room temperature، والزد قديش؟ 2. بتقولي هون موجود الكترونين هون الكترون واحد، هذا مش ضربناه باثنين؟ مش لازم عدد الالكترونات المكتسبه يساوي عدد الالكترونات المفقوده، احنا مشان هيك كمان ضربنا باثنين، فعدد الالكترونات اللي طلعت من الاكسده 2 وعدد الالكترونات اللي دخلت في الاختزال كمان 2 لاني ضربت المعادله هاي باثنين. اذا زد قيمتها 2، ضل في عندي مجهول وحيد هو KC. احسب KC ايضا 10 مرفوع القوة 26. ماذا يعني ذلك مرة اخرى؟ يعني انه الإكوليبريوم is completely to the side of product، عفوا الإكوليبريوم position is completely to the side of product، يعني الرياكشن الامامي forward reaction goes to completion والتفاعل العكسي يكاد يكون معدوما. الآن خلينا نستخدم مهاراتنا ونحاول نشوف calculate E not for the following process: copper plus ions بيصير لهم reduction بنتج عندي metallic copper. إيش أعطاني؟ أعطاني reduction potential ل
reduction of copper 2 plus 2 copper. يعني هون copper 2 plus زائد 2 electrons بنتج copper E not بهذه العملية، وبدي أسميه E not 1 لأنه التفاعل الأول، أخذته من الجدول 0.337 فولت. إيش المعلومة الثانية اللي أعطاني إياها؟ الريدكشن بوتنشال، مشان أحول كبر 2 بلس إلى كبر 1 بلس، E not لهذه العملية 0.153 فولت، وسميتها E2 not. E1 not لعملية الريدكشن هاي، و E2 not لعملية الريدكشن هاي. هدول المعطيات، وبقول لك منهم طلع عندي قديش قيمة E not لهذه البروسيس. اسمح لي الآن أعرفك بالطريقة الغلط، لأن الطريقة الغلط هي التي ستتبادر إلى ذهنك أول شيء، وراح أوضح لك بس إنها غلط. رجاء أنا بوضح لك إياها إنها غلط مشان ما تعملها. انتبه، اللي بدي أحكيه الآن هو الطريقة الخطأ، هي التي يجب أن تبتعد عنها. إيش هي هاي الطريقة؟ قال لك إحنا بدي أكتب هذا التفاعل المطلوب مني تحديد E not إلو على شكل مجموع الخطوتين هدول. أنا بدي copper 1 ions as a reactant. تيجي تطلع وين في copper 1 ions؟ هيها موجودة هون، موجودة هون، ولكن هون في هذا المعطى موجودة في البرودكت سايد. إذا بدك تاخذ هذه المعادلة وتقلبها. أخذت هذه المعادلة وهيني قلبتها. كبر بلس بيعطيك كبر 2 بلس زائد 1 إلكترون. وإيش بعمل؟ بالبوتنشال بعكس إشارته. 0.153 الريدكشن، هذه الأوكسيديشن، ناقص 0.153. طيب، إيش بحتاج كمان؟ بحتاج كبر. ميتال الكبر في السايد اوف برودكت وين موجود؟ في المعادله الاولى. باخده من المعادله الاولى، والمعادله الاولى بتعطيني اياه زي ما بدي اياه as a product. اذا باخذ المعادله الاولى وبكتبها. الان كل ما علي اعمله اني اجمع المعادلات. ايش بتلاحظ؟ بتلاحظ في عندي كبر 2 بلس في البرودكت وفي الرياكتنت بيلغوا بعض. في عندي هون 1 إلكترون في البرودكت و 2 إلكترون في الرياكتنت، بتطرحهم من بعض بضل 1 إلكترون في الرياكتنت سايد. هذه هي المعادلة النهائية وهي المطلوب. اجمع الآن E not لعملية الأكسدة و E not لعملية الاختزال. بيطلع معك إنه E not لهذه العملية تساوي 0.184 فولت. لكن مرة ثانية، هذه هي الطريقة الغلط، الجواب اللي حسبناه خطأ. طيب إيش مفروض كان أعمل؟ نأتي الآن إلى الكوريكت سوليوشن. ما هي الطريقة الصحيحة لتحديد E not لهذا التفاعل من هذه المعطيات؟ اللي عملناه في السلايد السابق في البداية صحيح، وهو إنك تحاول تكتب هذا التفاعل على شكل مجموع خطوات من المعطيات. إحنا إيش عملنا؟ جينا على التفاعل الثاني وعكسناه، صارت الكبر بلس رياكتنت، هون كانت برودكت صارت رياكتنت. والتفاعل الأول أخذناه كما هو، ومن ثم جمعت الخطوطين مع بعضهم البعض وحصلت على التفاعل اللي مفروض أحدد له قيمة E not. لكن بدل ما نجمع E not لهذه الخطوة و E not لهذه الخطوة، المفروض أن تجمع دلتا جي نوت للخطوة الأولى مع دلتا جي نوت للخطوة الثانية مشان تحدد دلتا جي نوت للتفاعل هذا. دلتا جي نوت للخطوة الأولى سميتها إيه أنا؟ دلتا جي نوت للخطوة الأولى، إيش دلتا جي نوت عموما تساوي؟ هي ناقص زد إف إي نوت. الآن ناقص زد في الخطوة الأولى واحد إف E not. انتبه، هذا التفاعل عكسناه، ولذلك هاي الـ E2 يجب أن نعكس إشارتها. هذا E2 هون لعملية الاختزال،
وأنا لما عكست التفاعل صار أكسدة. إذا بدك تأخذ ناقص الـ E نوت للتفاعل الثاني، ويساوي ناقص الناقص زائد FE2 نوت. هلا أنت بتقدر تعوض وتحسب قيم عددية، بس أنا بدي أفرجيك إنه ما في داعي تتعب حالك بحساب القيم العددية في هذه المرحلة. راح تسهل عليك العملية أكثر لما تمشي في الحل. الآن قديش دلتا جي نوت للخطوة الثانية اللي سميتها هنا بي؟ نفس القانون، ناقص زد اف اي نوت، ويساوي ناقص، الآن في 2 electrons are involved مضروبة في اف مضروبة في هذا التفاعل زي ما هو، هو التفاعل الأول ما عكسته، هو نفس الريدكشن هذا، إذا E نوت للتفاعل الأول بصير ناقص 2 FE نوت 1. الآن أديش دلتا جي لهذه الخطوة للتوتال؟ بدك تجمع دلتا جي A مع دلتا جي B، يساوي FE 2 نوت ناقص 2 FE 1 نوت. خذ الـ F عامل مشترك، دلتا جي نوت لهذه البروسيس هو F مضروبة في E2 نوت ناقص 2 E1 نوت. طيب مش دلتا جي نوت لهذا التفاعل هي ناقص ZFE نوت لهذا التفاعل؟ ودلتا جي نوت لهذا التفاعل هي لازم تكون نفس دلتا جي نوت هاي. دلتا جي نوت هاي اللي اجت من مجموع الخطوتين A و B، ودلتا جي نوت هاي التعريف العام هو ناقص زد اف اي نوت لهذه البروسيس، هدول الاثنين شيء واحد لازم يكونوا متساويين، وعليه ناقص زد اف اي نوت، عوضت هون الزد قيمتها واحد صارت ناقص اف اي نوت، ايش يساوي؟ اف في E2 نوت ناقص 2 E1 نوت. الآن الـ F مع الـ F بتروح، و E نوت التي أبحث عنها هي E نوت لهذه الخطوة هي 2 E1 نوت ناقص E2 نوت، هيهم موجود، عوضهم وبطلع الجواب 0.521. رأيت أنه يختلف عن السلايد السابق؟ هذه شغلة بدك تنتبه لها، هذا الجواب هو الصحيح، هذه هي الطريقة الصحيحة لإيجاد E نوت لما يكون التفاعل المطلوب طلع له E نوت في 3 إلكترونز. لما يعطيك تفاعل زي هذا في 3 في 3 إلكترونز يقول لك طلع لي E نوت، إياك إنك تستسهل وتشتغل بـ E نوت بس، لا، اشتغل بدلتا جي نوت، اشتغل بدلتا جي نوت، ومن دلتا جي نوت ارجع طلع قيمة الاي نوت. اذا مرة تانية، اذا في عندي تفاعلات او بالاحرى هاف رياكشن فيها فري الكترونز، ما تستسهل وتستخدم الاي نوت وتجمع الاي نوت مباشرة، لا، اشتغل بطريقة الدلتا جي نوت. اما اذا في تفاعل زي هذا التفاعل وقال لك طلع لي قيمة E نوت إله من المعطيات هاي وما في free electrons فيه، اشتغل بسهولة بطريقة الـ E نوت. يعني هذا التفاعل الحديد iron 3 بتحول لiron 2، هنا iron 3 بتحول لiron 2، إذن اختزال الـ iron 3 بضله زي ما هو، وهنا بصير في عندك أكسد للـ I minus، يعني بدك تاخذ هذه الاشاره تغيرها، تعكس الاشاره تصير سالب 0.53. التفاعل ريدكشن فوق للحديد بضل زي ما هو، ولليود بدك تكتبه على شكل اكسده فبتعكس الاشاره. طيب يجي واحد بيقول لا انا بدي اشتغل بطريقه دلتا جي نوت، اشتغل بطريقه دلتا جي نوت، اشتغل بطريقه دلتا جي نوت، هيو هون اشتغل بطريقه دلتا جي نوت، ارجوك راجعها انت، اشتغل بطريقة دلتا جي نوت، لاحظت ايش طلع معاه؟ طلع معاه نفس الجواب. إذا طلب منك تشتغل أو تحدد قيمة E نوت لتفاعل ما في free electrons،
أسهل لك وتوفيرا للوقت أدخل مباشرة في إي نوت واستخدم إي نوت وطلع الجواب مباشرة، ما في داعي تلجأ لطريقة الدلتا جي، لكن إذا في فري إلكترونز ما عندك خيار، لازم تشتغل بطريقة الدلتا جي. دعونا الآن نطبق. Calculate the EMF of the cell. هاي السيل أعطاني إياها. خلينا أول شيء نتأمل إيش هي هاي السيل. في عندي هنا كوبالت إلكترود في الأنود. كوبالت بتأكسد لكوبالت زائد تنين. في عندي نيكل إلكترود في الكاثود، ومنلاحظ إنه النيكل 2 بلس بيصير له ريدكشن وبتحول إلى نيكل. لهذه الخلية الجلفانية بده الـ EMF E مش E not E. If the concentrations are حالتين معطيني مرة تركيز النيكل 2 بلس 1 مولر والكوبالت 2 بلس 0.1 مولر، الحالة الثانية غير تركيز النيكل 2 بلس والكوبالت 2 بلس. طيب كيف الواحد بيطلع الـ E للسل؟ الخطوة الأولى دائما وأبدا كل مسائل الالكتروكيمستري هي أن تكتب السل رياكشن. الكوبالت هيو تأكسد لكوبالت زائد 2 والنيكل زائد 2 صار له ريدكشن للنيكل زي ما حكينا في البداية، وهي هم مكتوبين هون. كتبت الهاف رياكشن أكسبت الكوبالت واختزال النيكل 2 بلس. الآن لهذه الخطوة بدي E نوت، من وين بدي أجيبه؟ من قائمة الريدكشن بوتنشال. من قائمة الريدكشن بوتنشال الريدكشن للكوبر 2 بلس وتحويله لكوبالت ميتاليك، E نوت لهذه العملية ناقص 0.28. هذه للريدكشن، هذه E نوت اوف ريدكشن، بس أنا هون بدي أوكسيديشن. إذا إيش لازم تعمل؟ أنا هنا عكست التفاعل وبالتالي لازم أعكس الإشارة، بدل ناقص 0.28 لازم تكتب هنا زائد 0.28. أما النيكل فلم يجري تغيير عليه، العملية ريدكشن تأخذ الريدكشن بوتنشال الموجود في الجداول كما هو. ما عليك الآن إلا أنك تجمع البوتنشال لعملية الأكسدة في الأنود، البوتنشال لا عملية الاختزال في الكاثود، وتحصل بذلك على E not للسل مش E not للسل وقيمتها زائد 0.023 فولت. انتبه، E not للسل تستطيع منها أن تحسب إذا شئت قيمة الكيس لهذا التفاعل اللي هو الإكويبريوم كونستانت. جرب تمرين ما بضر. الآن بدي أحسب E للسل زي ما طلب مني. E للسل معناها معادلة نيرست. هاي معادلة نيرست، E تساوي E نوت ناقص RT على ZF LN الرياكشن كوشنت. الآن E نوت حسبتها، بدك تعوض زائد 0.23 هاي ناقص، هاي ناقص RT على F لأنه at room temperature. إذا ما ذكر أي درجة الحرارة في السؤال بنعملها على أساس إنها هي at room temperature. إذا RT على F 0.0257 والزد 2 هاي 2. الآن بدي إياك تتذكر معي النيكل سوليد بدخل في الرياكشن كوشنت، هذا فيز منفصلة وبالتالي ما مندخله، وكذلك الكوبالت الموجود في الرياكتنت سايد هذا الميتاليك هذا فيز منفصلة وما مندخله في الرياكشن كوشنت. ايش مندخل؟ فقط الكوبالت والنيكل. بده يكون تركيز الكوبالت مرفوع للقوة 1 يعني الكوبالت الثنائي، تركيز كوبالت 2 بلس مرفوع للقوة 1 تقسيم تركيز النيكل 2 بلس مرفوع للقوة 1. وحصلت بالنهاية على القانون اللي بتشتغل فيه وتستطيع أن تحل فيه الآن فرع A وفرع B. فرع A بدك تعوض للكوبالت 0.1 مولر وللنيكل 2 بلس 1 مولر، والجواب E 0.053 فولت. طيب فرع B
فرع بي بدك تعوض تركيز النيكل في مقام 0.01 مولر وتركيز الكوبالت في البسط 1 مولر. عوض، الجواب طلع ناقص 0.0367. لاحظت ايش تغيير التركيز عمل؟ تغيير التركيز في الحالة الأولى أعطاني فولتية، أعطاني فولتية في الحالة الثانية أعطاني نيجاتيف فولتج. طب ماذا يعني ذلك؟ خليني أذكر إنه دلتا جي هي ناقص زد اف اي. في الحالة الأولى اي طلعت موجبة، إذا اي موجبة معناها دلتا جي سالبة. ماذا يعني دلتا جي سالبة؟ يعني العملية سبونتينيس، يعني إنه هذا التفاعل سبونتينيس. ماذا يعني إنه التفاعل سبونتينيس؟ يعني إنه سيحدث بالضبط كما هو مكتوب هذا التفاعل، سيتأكسد الكوبالت وسيختزل النيكل 2+، سيتكون كوبالت 2+، سيزداد تركيز الكوبالت 2+ وسيزداد الفراكشن اوف ميتاليك نيكل عندي في السيستم. طيب في الحالة الثانية مع تغيير التركيز شو صار؟ الإي صارت سالبة، ولكن إذا صارت الإي سالبة عوض هون قيمة سالبة، سالب السالب موجب، إذا كانت إي سالبة دلتا جي موجبة، وإحنا بنعرف دلتا جي موجبة يعني إنه العملية نون سبونتينيوس. ولكن ماذا يعني أن تكون العملية نون سبونتينيوس؟ يعني لا تحصل إلا بتدخل خارجي، هي لا تحصل تلقائيا، يجب أن تجبرها على الحدوث. كيف ممكن أجبرها؟ إني أعطيها كهرباء مثلا. طب إذا أنا ما أجبرتها وما تدخلت، ما الذي سيحدث؟ هذا التفاعل كما هو مكتوب لن يحدث. ما الذي سيحدث تلقائيا؟ هو التفاعل العكسي، هو التفاعل العكسي. يعني نقول في الحاجة الثانية، هل تستطيع أن تصف لي ماذا سيحدث في الحالة الثانية، حالة B، لما يكون تركيز النيكل 2 بلس 0.01 مولر وتركيز الكوبالت 2 بلس 1 مولر؟ في الحالة الثانية بهاي التركيز اللي حكيناها قبل قليل، E للسل طلعت قيمتها سالبة، ما يعني أنه دلتا G موجبة، يعني العملية اللي بدينا منها التفاعل كما هو مكتوب non spontaneous، يعني عكسه هو الذي سيحدث. الآن ماذا سيحدث؟ تقول النيكل سيتأكسد ويتحول إلى نيكل زائد 2، والكوبالت 2 بلس سيحصل له اختزال، تقل تركيز أيونات الكوبالت الموجودة في الخلية وتزداد كمية الميتاليك كوبالت. لاحظت قديش تركيز فرقت معاي؟ تركيز A التفاعل بيمشي كما هو مكتوب، التركيز في الحاجة B خلت التفاعل يمشي في الاتجاه المعاكس، وهي شغلة يجب أن ننتبه لها جيد. طيب تطبيق على آخر على معادلة نيرس، بقول لك calculate the cell potential يعني E for a galvanic cell employing the following half reactions. أعطاك هدول الهاف reactions وقال لك بدي هدول الهاف رياكشنز تصنع منهم خلية جلفانية. بدي اياك تنتبه لشغلة محددة، هو ما حدد لك هون ايش الانود وايش الكاثود، ايش اللي راح يصير له ريدكشن وايش اللي راح يصير له اوكسيديشن. ترك لك انت تختار ايش تحطه كاثود وايش تحطه انود. طيب بناء على ايش راح تختار؟ بناء على قيمة الريدكشن بوتنشال. انتبه، الريدكشن بوتنشال للايرون 3 بلس عالي. ماذا يعني ذلك؟ يعني التندنسي للايرون 3 بلس to be reduced is very high compared to that of cobalt 2 بلس. الايرون 3 بلس ميال لان يختزل كثير اكثر من الكوبالت 2 بلس. الريدكشن بوتنشال للكوبالت 2 بلس ناقص 0.28، لهداك زائد للحديد الايرون 3 زائد 0.77. إذا مبدئيا بتقول هذا الايرون 3 ايرون 2 ايرون 3 بلس ايرون 2 بلس بده ينحط في الكاثود، وهناك حيث تحصل عملية الريدكشن لأنه ايجو ريدكشن بوتنشال عالي.
أما الكوبالت إلكترود فبدي أحطه في الأنود، لأنه مشان يصير أكسد للكوبالت مثل الكوبالت، ويتكون عندي كوبالت 2 بلس. باختصار لأنه ريدكشن إله منخفض، فإذا هو راح يحصل له أكسدة. هاي العملية عملناها هون مرة ثانية، يعني وضحناها هون أكثر، اللي هي تفاعل اختزال الأيرون 3 أخذته وكتبته زي ما هو، أما تفاعل أكسدة الكوبالت فبتضطر تاخذ الريدكشن بروسيس هاي وتعكسها. هذا اللي عملناه. التفاعل الأول بدك تضربه باثنين مشان يصير عدد الإلكترونات المكتسبة يساوي عدد الإلكترونات المفقودة، والآن اجمع. لما تجمع الإلكترونات بتروح مع الإلكترونات، وهذه هي المعادلة النهائية. لاحظ في عندي هون 2 Fe3 بلس لأنك ضربت هون في 2، و 2 Fe2 بلس أيوه هذا موجود عندي هون. بدي اياك تنتبه للخطوة الأولى، الريدكشن بوتنشال 0.77 فولت، بنضربش باثنين، للخطوة الثانية بدك تعوض البوتنشال فور أوكسيديشن اللي هو معكوس الريدكشن بوتنشال. الريدكشن بوتنشال للكوبالت كان ناقص 0.28، صار عندك هون للأوكسيديشن زائد 0.28. طيب قديش اي نوت للخلية؟ اي نوت للخلية هو مجموع هدول التنين، بيطلع 1.05 فولت. الآن بدنا نكتب النيرست إكويجن. النيرست إكويجن اي للسل تساوي اي نوت للسل ناقص RT على 2F LN. بدك تيجي على النواتج أول شيء. هاي المعادلة موجودة هون مرة تانية. النواتج بدي Fe2 بلس، بعوض تركيز الـ Fe2 بلس وبرفعه للقوة 2، لأنه stoichiometric coefficient في المعادلة قديش؟ 2. بدك تيجي على النواتج كوبالت 2 بلس، بتعوض فيه البسط فوق تركيز الكوبالت 2 بلس مرفوع القوة 1، لأنه stoichiometric coefficient 1. الآن الرياكتنس، إيش في عندي رياكتنس؟ الكوبالت سوليد بدخلش، الأيرون 3 بدخل، ولكن بده يكون تركيز الأيرون 3 مرفوع القوة 2، لأنه stoichiometric coefficient إله هون 2. زد شوف التفاعل 2، الكوبالت 2 بلس 2، وهون الايرون 3 ل 2 هاي الكترون بس مضروب ب 2 هاي الكترونين، اذا 2. الاي نوت للسل هايها 1.05 فولت، وتركيز اعطاك اياهم في البدايه، كل شيء معروف عندي. تستطيع الان ان تحسب اي للسل. عوض الأرقام، إي للسل 0.98 فولت، ولكن ماذا يعني هذا الرقم 0.98 فولت؟ معناها إن الخلية اللي أنت عملتها ستنتج كهرباء، راح تعطيك هاي بطارية تمثل بطارية تقريبا 1 فولت، هاي تمثل بطارية تقريبا 1 فولت. دلتا جي سالبة، يعني هذه العملية spontaneous، التفاعل سيجري كما هو مكتوب، الكوبالت سيؤكسد والآيرون 3 بلس سيحصل له اختزال. هذه العملية تنتج شغلا كهربائيا، ستحصل من هذه البطارية على فولتية 1 فولت. بدي أنبهك هذا الواحد فولت راح تتغير قيمته مع الزمن. لماذا تتغير قيمته مع الزمن؟ مع الاستهلاك، لأنه تركيز هاي الموجودة هون ستتغير، الآيرون 3 بلس مع الزمن بقل قيمته، تركيز الآيرون 3 بلس مع الزمن بتقل قيمته، وتركيز الآيرون 2 بلس والكوبالت 2 بلس مع الزمن
بتتغير بتزيد قيمته، فهذا كله عم بتغير نتيجة هذا التغير القيمة النهائية التي ستحصل عليها من البطارية ستتغير مع الاستهلاك نتيجة تغير التراكيز. هذا تطبيق لطيف على الريدكشن بوتنشلز، كيف بقدر منهم احسب ثابت الاتزان هنا الكي اس بي للاي جي سي ال على سبيل المثال. معطيني الريدكشن بوتنشل للاي جي سي ال والريدكشن بوتنشل للاي جي بلس، وبقول لي احسب كي اس بي للاي جي سي ال. هذا الاتزان يمثل السوليبيليتي ايكوليبريوم للاي جي سي ال. الخطوة الأولى هي أن تحاول أن تكتب هذا الاتزان على شكل مجموع خطوات من المعطيات. الآن أنا بحاجة للـ AgCl في جهة الـ reactant، الـ AgCl موجود في التفاعل الأول وأيضا موجود في جهة الـ reactant، إذن باخذ التفاعل الأول كما هو. أنا بحاجة لـ Ag+، الـ Ag+ موجودة وين؟ موجودة في المعطى الثاني في التفاعل الثاني في المعطيات، لكن في التفاعل الثاني في المعطيات الـ Ag+ موجود as a reactant وأنا بدي إياه as a product. إذا بدك تجيب التفاعل الثاني وتعكسه بدل ما يكون reduction يكون oxidation. الآن ماذا نلاحظ؟ إذا جمعت الخطوتين مع بعضهم البعض الإلكترونات بتلغي بعضها والمحصلة النهائية هو السوليبيليتي إيكوليبريوم اللي بدي أحدد له قيمة KSP. يا ترى قديش دلتا جي نوت للتفاعل الأول اللي سميته أنا هنا A ناقص ZF E نوت 1؟ ليش؟ لأنه هو نفس الريدكشن رياكشن، هذا رقم واحد هو نفسه، ما عكسته ما عملت ولا إشي فيه. دلتا جي نوت هي ناقص ZF E نوت، و E نوت هاي هي الريدكشن بوتنشال للتفاعل رقم واحد. هاي زد هون قيمتها 196500 والريدكشن بوتنشال 0.2224. الجواب بيطلع بالجول. طيب قديش دلتا جي نوت للخطوه الثانيه البي اللي هي معكوس المعطى الثاني؟ دلتا جي نوت إلها نفس القانون، هو ناقص زد اف اي نوت، لكن اي نوت هاي لأن الآن نحكي عن عملية أكسدة هي عكس الاي نوت اوف ريدكشن المعطيني إياها، ولذلك هنا بدك تعوض ناقص 0.779. الزد أيضا قيمتها واحد، ناقص ناقص بيعطيك زائد. دلتا جي نوت للخطوة الثانية هو زائد واحد مضروبا في 96500 مضروبا في 0.779. طب دلتا جي نوت للتفاعل الأخير هي مجموع دلتا جي نوت للخطوة A وزائد دلتا جي نوت للخطوة B. من دلتا جي نوت هاي تستطيع أن تحسب الآن كي سي اللي هي KSP. دعونا ننظر الآن في temperature dependence of the cell EMF. cell EMF يعني هو cell potential. كيف تتغير قيمة cell potential بتغيير درجة الحرارة؟ هذا هو موضوعنا، ونبدأ بالبداية من حقيقة إنه G is a state function. بالعادة نأخذها as a function of temperature and pressure. The differential إلها راح يكون بالضرورة exact differential، يعني dg هي دلتا g على دلتا t at constant pressure مضروبة في dt، زائد دلتا g على دلتا p at constant temperature مضروبة في dp. في الثيرمودينامكس اشتقينا أيضا ما يعرف بالfundamental equations، وواحدة منهم خاصة بg كانت dg تساوي ناقص s dt زائد v dp. الآن لما تقارن هذه المعادلة بهذه المعادلة ماذا نستنبط؟ نستنبط إنه S لابد أن تساوي ناقص دلتا G على دلتا T at constant pressure.
إذا أضفت دلتا قبل الجي هون رح ينتج معك دلتا قبل الاس. مش سحر هذا، هذا من أبسط علاقات التفاضل وقوانين التفاضل. لو يعني بدأ عوض بدل دلتا جي، جي 2 ناقص جي 1، وراح تنتهي باس 2 ناقص اس 1 يعني. بس احنا اختصارا دائما نقول اذا بتدخل في القانون هنا بعد اشاره التفاضل دلتا بيطلع في الجواب كمان في هاي الدلتا. هي طريقه بس مشان تسهيل الحفظ. هلا الان شو رايك بدل دلتا جي تعوض ناقص زد اف اي؟ ناقص الناقص بيعطيك زائد، وزد اف ثابت بتقدر تخرجه خارج اشاره التفاضل. بتبقى عندك دلتا اس تساوي زد اف مضروبه في دلتا اي على دلتا تي at constant pressure. يعني من الـ temperature dependence of the cell potential يمكنك experimentally أن تحدد قيمة دلتا S للتفاعل. طيب مش نعرف إحنا كمان إنه دلتا G تساوي دلتا H ناقص T دلتا S، ومنها دلتا H تساوي دلتا G زائد T دلتا S. ألا شو رأيك تعوض بدل دلتا جي ناقص زد اف اي، وبدل دلتا اس زائد زد اف دلتا اي على دلتا تي. عوضناهم، اخذنا زد اف عامل مشترك والسالب عامل مشترك، دلتا اتش تساوي هذا الاكسبريشن. اصبح بمقدورك الان ايضا ان تحدد دلتا اتش للتفاعل، ودائما هاي الأشياء بأخذ مثال تصبح واضحة. خلينا نيجي على هذا السؤال، معطيني هنا هذه السيل، معطيك إنه الـ EMF of this cell is 0.2002 فولت at 25 سنتيغريد. معطيك لهذه السيل دلتا E على دلتا T is هذه القيمة. انتبه للوحدة فولت بير كلفن. قبل ما ادخل في 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 السؤال بدي بس نتأمل في هذا الرقم. ماذا يعني انه دلتا اي على دلتا تي تساوي هذه القيمة؟ اول شيء القيمة سالبة. ماذا يعني؟ قال لك كل ما بترفع التمبريتشر درجة اي تنخفض بمقدار هذا، بهذا المقدار فولت. يعني اذا كان قيمه السيل 0.2002 فولت عند 25 درجه مئويه، عند 26 درجه مئويه راح تكون قيمتها اقل من هذه القيمه بهذا المقدار فولت. كيف عرفت انه راح تكون اقل؟ من السالب. هذا فولت بير كلفن، يعني كل ما بتزيد درجة الحرارة درجة تنخفض قيمة E بهذا المقدار. تمام؟ يعني نقدر نقول إنه السيل بوتنشال تقل قيمته بزيادة درجة الحرارة، وهذه قيمة الانخفاض مع زيادة درجة الحرارة درجة واحدة. الآن نرجع للسؤال ولنرى ما هو المطلوب. بقول لك رايت the cell reaction. هذا تحصيل حاصل. دائما 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 لما يعطيني electrochemical cell اول شيء بدي اعمله انه اكتب cell reaction وcalculate delta G delta S and delta H. الان cell reaction هنا عندي عملية اختزال الكاثود، وهون عندي عملية الأكسد. الاختزال AgCl لAg، أيوه AgCl solid مع إلكترون أعطاني Ag زائد Cl minus. عرفت إيش هو هذا الإلكترود؟ هذا السيلفر سيلفر كلورايد إلكترود. هذا هو السيلفر سيلفر كلورايد إلكترود. طيب هذه الجهة الـ H2 والـ H+. الـ H2 بصير له أكسدة للـ H+. ميزت إيش هو هذه الجهة؟ هذا الهيدروجين ستاندرد إلكترود. هذا هو الهيدروجين ستاندرد إلكترود.
H2 1 بار، بس تركيز ال H بلس هون مش 1 مولر وإنما 0.01 مولر. كمان بدي أنبهك لشغلة، ما في سولت بريدج، شايف هون في سلاش وحدة موجودة، يعني هذا السوليوشن من ال HCl مغموس فيه، نفس السوليوشن مغموس فيه بلاتين من جهة ومغموس فيه سيلفر سيلفر كلورايد من الطرف الثاني، بس ما في سولت بريدج. هذا وعاء واحد في محلول واحد HCl، وهذا المحلول مغموس في البلاتين اللي بمرر عليه غاز الهيدروجين من جهة اللي هو الأنود، ومن الجهة الثانية في قطب AgCl-Ag مغموس وموصول بالكهرباء. ال HCl بيخدم ال 2 electrodes، ال H plus بتخدم الهيدروجين electrode وال Cl minus بتخدم ال silver silver chloride electrode. طيب بالسيل رياكشن بدك تجمعهم. هلا لاحظ شغله هون، بامكانك انك تضرب هاي هون باثنين ويعطيك اثنين الكترون، بس اذا بدك بما انه هون واحد الكترون تشتغل بواحد الكترون، ساعتها ال H2 بدك تضربه بنص. طيب السيل رياكشن ايش بده يكون؟ السيل رياكشن مجموع الهاف سيل اوف اوكسيديشن اللي بيتم في الانود والهاف سيل of reduction اللي بيتم في الكاثود. اجمعهم مع بعض، الالكترونات بتلغي بعضها وستنتهي بهذا التفاعل. الان نيجي للمطلوب الاول، بده يعطيني قيمه دلتا جي، طلب مني اطلع قيمه دلتا جي. دلتا جي هي ناقص زد اف في اي، هو معطيني اي، هاي مش اي نوت، هو معطيني اي، معطيني اي خلص مباشرة بعوضها بالقانون، زد قيمتها واحد في هذا التفاعل، زد قيمتها واحد، هاي طلعت قيمة دلتا جي. طيب مطلوب الثاني دلتا اس، هاي قانون دلتا اس، دلتا اس تساوي زد في اف في دلتا اي على دلتا تي، معطيني قيمة دلتا اي على دلتا تي، اف وزد قيمتها واحد، ما عليك الا انك اتعوض. طلعت دلتا اس قيمتها ناقص 8.36 جول لكل كيلفن ومول. والمطلوب الاخير ان تحسب قيمه دلتا اتش، خلاص دلتا اتش هي دلتا جي زائد تي دلتا اس، دلتا جي طلعتها هيها فوق، دلتا اس حسبناها هيها هون، تي معطيني انه 25 درجة مئوية، ما عليك انه الايه انه تحسب وبتطلع عندك قيمة دلتا اتش. انتبه، انت حددت دلتا اتش ودلتا جي ودلتا اس للتفاعل، لهذا التفاعل، بغض النظر انت اجريت هذا التفاعل في الكتروكيميكال سيل ولا في عادي في وعاء هيك الى اخره، بغض النظر لأن هذول كلهم state function ما بيعتمدوا على الباث. إذا هذه القيم اللي أنا طلعتها هذه قيم خاصة بهذا التفاعل تحت نفس درجة الحرارة وتحت الضغط المطلوب والتركيز المطلوب هذا، فأنت طلعت قيمة دلتا جي لهذا التفاعل، دلتا اس لهذا التفاعل، بغض النظر كيف أجريت التفاعل، المهم الظروف تكون نفسها، درجة حرارة 25، الضغط 1 بار، تركيز ال HCl كذا إلى آخره. أنا بحب كمان دائما أن نقعد ونتأمل، نتأمل في الأرقام. يا ترى دلتا S طلعت قيمتها سالبة، لماذا دلتا S طلعت قيمتها سالبة؟ الحقيقة يجب أن نتوقع ذلك من البداية، بمجرد ما أن تنظر إلى التفاعل كان يجب أن تدرك أنه لهذا التفاعل يجب أن تكون قيمة دلتا إس سالبة. لماذا؟ لأنه كان في عندك غاز واختفى هذا الغاز، وإحنا نعرف أنه إس للغازات كبيرة جدا، أكبر كتير منها للسوائل والمواد الصلبة، كان في عندي غاز واختفى هذا الغاز، الإس ستنخفض بالتأكيد نتيجة اختفاء الغاز، ولذلك
دلتا اس للتفاعل كان متوقع جدا ان تكون سالبه. يعطيكم العافيه ونراكم في المحاضره الرابعه.